بونجور تو المون، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في لاشين ديالي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا هذا الفيديو تتم ديال واحد الفيديو كنا درناه على لي تيب دو تيكست. كنا بدينا بلو تيكست نيجاتيف او بيان لو تيب نيجاتيف اللي هو السردي ولا الروائي ولا الحكائي. دونك دابا غنديروا لو تيكست ديسكريبتيف اللي هو النص الوصفي. غنشوفوا المميزات ديالو، غنشوفوا لا فونكسيون ولا المهمه ديالو، غنشوفوا شنو هما لي زانديس اللي يمكننا نعرفوا بهم بلي هذا لو تيكست هو ديسكريبتيف. ونبداو باول حاجه اللي هي الديفينيسيون ديال لو تيكست ديسكريبتيف، ونتعرفوا على شنو هو النص الوصفي. دونك لي تيكست كي ديكريف دي زيتر دي شوز اي دي ليو، يعني هما النصوص اللي كيوصفوا لينا اشخاص ولا كيوصفوا لينا اشياء ولا اماكن. اي نص لقينا فيه وصف شخصيه ولا وصف شي شخص معين اولا وصف ديال شي اوبجي ولا شي شيء معين ولا شي مكان، فهذا هو تيكست ديسكريبتيف اولا نص وصفي. وندوزو دابا وتعرفوا على لي فونكسيون دان تيكست ديسكريبتيف اولا المهام ديالو. اولا كنلقاو دوني لي كاركتيرستيك دان ليتر، يعني كنعطيو المواصفات ديال واحد ليتر سواء انيمال سواء حيوان سواء انسان كنوصفوه، كنعطيو المواصفات ديالو دون شوز دي ليو دان بيرسوناج دان سنتيمون، اولا كنعطيو المواصفات ديال واحد الشيء اولا ديال المكان ديال الشخصيه او بيان واحد لو سنتيمون اولا واحد الاحساس، حتى هو كنعطيو المواصفات ديال داك الاحساس وكنعبروا عليه. Seigneur, permettre au lecteur ou à l'interlocuteur de visualiser ou d'imaginer ce qui est décrit. Yani kan mkno le lecteur li huwa al-qari ou l'interlocuteur chass li kan khatbo min annahu yebni wahed al-fikra ou la yitkhayel dakchi li kan dekri li wala dakchi li kan wasfo li kan qarbouh min dik soura li hna bghina nwasfo li. واخر حاجه في لي فونكسيون ديال لو تيكست ديسكريبتيف اولا في المهام ولا في الدور ديال هاد لو تيكست ديسكريبتيف، كريي اون اتموسفير دون ان تيكست دو تيب كومبيني كيما قلنا نيت في لو تيكست ناراتيف يعني في لو تيكست السردي. حتى هاد لو تيكست الوصفي ولا هاد النص الوصفي فهو كيمكننا باش نكرييو اولا باش نخلقوا واحد الجو للقارئ ونقربوه من داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه اولا داكشي اللي بغينا نوصفوا ليه. وندوزو لي برينسيبال كاركتيرستيك اولا المواصفات اللي كيتميز بها هاد لو تيكست ديسكريبتيف وكيتميز بها هاد النص الوصفي. اولا سو تيب دو تيكست كومبرون شنو فيه، فيه واحد لو سوجي ولا واحد لو تيم اللي هو ليليمون برينسيبال كاركتيريزي، يعني كيتميز بواحد الوضعيه ولا بواحد الموضوع اللي هي كتعتبر ليليمون برينسيبال كاركتيريزي اولا كتعتبر الشيء اللي الاساسي اللي كنوصفوه في هاد لو تيكست. وثاني حاجه كاين لي زاسبي، شنو هما لي زاسبي؟ هما لي زيدي برينسيبال اون كاتيجوري ولا اون بارتي ولا اون سوب ديفيزيون. دونك لي زاسبي هما دوك الافكار الرئيسيه سواء كتعطى لينا في هذا النص الوصفي كتعطى لينا سواء اون كاتيجوري يعني فئات اولا اون بارتي يعني فقرات ولا اجزاء ولا اون سوب ديفيزيون يعني مقسمه. وهاد الافكار اللي قلت فبطبيعه الحال كتكون عندها علاقه بالوصف بداك الشيء اللي غادي نوصفه. كاين دي سوز اسبي كيما كنشوفوا هنا، لي سوز اسبي شنو هما؟ هما لي ديتاي، هما لي بروبريتي لي كاليتي لي بريسيزيون ليي ا شاك اسبي تريتي. دونك كيما قلت لي سوز اسبي هما لي ديتاي، هما دوك لي ديتاي ولا التفاصيل، هما لي بروبريتي يعني المميزات، لي كاليتي اللي هما حتى هما المميزات، لي بريسيزيون ليي ا شاك اسبي تريتي. فهنا عامه اولا بعجاله كنهضروا على الشيء اللي غادي نوصفو على لي ديتاي ديالو على لي بروبريتي ولا التفاصيل اللي كيتميز بها. وندوزو نشوفو دابا لا سيكونس تيكستويل. شناهي لا سيكونس تيكستويل؟ هي الفقرات اللي كيتكون منها هاد النص الوصفي. باش كيبدا؟ كيبدا بون انتروداكسيون présente brièvement le sujet qui est d'abord le mقدمه اللي كتقدم لينا بكل خلاصه سوجي. من بعد كاين لو ديفلوبمون
شنو كيكون فيه هاد العرض ولا هاد لو ديفلوبمون تيكون فيه لي زاسبي ولا لي زيدي برينسيبال اي لي زيدي سيكوندير كيكون فيه الافكار الاساسيه اولا الافكار الثانويه واخر حاجه كيتكون منها هاد لو تيكست ديسكريبتيف هي النهايه بطبيعه الحال اون كونكلوزيون علاش كتصلح هاد النهايه دون اون سينتيز دي زاسبي كتعطينا واحد لا سينتيز ولا واحد الخلاصه ديال دوك لي زاسبي ولا دوك الافكار وكتعطينا اون اوفرتور كي ا بور بوت دو سوسيتي لا ريفليكسيون دو ليكتور او دو لوديتور معنى هذا كتعطينا حتى واحد الانفتاح اللي كيحفز لا ريفليكسيون ولا ردة الفعل ديال القارئ في النهايه كيكون عندنا افكار كيحفزوا لينا ردة الفعل وكيخليوه يفكر كيخليوه يدير واحد الريفليكسيون القارئ او لا لوديتور او لا الشخص اللي حنا كنقومو بالمحاوره ديالو ولا كنوجهوا ليه لو تيكست ديالنا من بعد ما شلنا الفقرات اللي كيتكون منها اولا لي بارتي اولا تقسيمات اللي كيتكون منها لو تيكست ديسكريبتيف غنشوفوا لي زوتيل لانغويستيك اللي هما الادوات اللغويه اول حاجه عندنا لي طون فيربو دو باز كاين لو بريزون لامبارفي يعني كيكون الحضور ديال لو بريزون اللي هو الحاضر ولا لامبارفي اللي هو طون دو باسي هادو جوج ديال لي طون كيتميز بهم لو تيكست ديسكريبتيف كاين ايضا من بين هاد الادوات اللغويه كنلقاو لي برينسيپو ماركور دو ريلاسيون اللي كنا شرحناهم في الفيديو اللي قبل وقلنا لي ماركور دو ريلاسيون هما مجموعه من الكلمات اللي كنستعملوها باش نربطو ما بين جوج ديال الجمل ولا جوج ديال لي زيفينمون ولا الاحداث كنربطو بيناتهم وكنحاولوا نبينوا العلاقه ما بيناتهم كنستعملوا بعض الكلمات فمثلا كنستعملوا كلمات ديسباس اي دو ليو ديال المكان بحال ici à côté près de ailleurs au bas devant derrière هادو كلمات كنستعملوهم كاين لو طون اولا الزمان مثلا premièrement ensuite يعني اولا من بعد etc فهادو بعد لي ماركور دو ريلاسيون اولا كلمات كنستعملوهم باش نبينوا واحد العلاقه ما بين جوج جمل ولا ما بين جوج الاحداث دونك فهاد لو تيكست ديسكريبتيف كيكونوا حاضرين وبقوه يعني كنقدروا نميزوا بلي هذا لو تيكست ديسكريبتيف واخر حاجه غادي نعطيكم هما بعض الامثله ديال لي تيكست ديسكريبتيف فين يمكن لينا نلقاو هاد لو تيكست ديسكريبتيف اول حاجه غنبداو بها هي لو بورتري مين كنكتبوا البورتري ديال شي واحد يعني الوصف ديال شي شخص كنكتبوا كنهضروا عليه كنهضروا على الوصف الفيزيك ديالو يعني كنوصفوا الفيزيك ديالو كنوصفوا الشخصيه ديالو كنوصفوا الهندام ديالو فهذا تيتسمى تيكست ديسكريبتيف نص وصفي ثاني حاجه لو جيد توريستيك اللي هو واحد الكتيب كيكون فيه مجموعه من الاماكن يعني كان تايغيدينا اولا كيوجهنا الا بغينا شي وجهه كنلقاو فيه ديك الوجهه موصوفه فهذا حتى هو سي ان تيكست ديسكريبتيف وكاين ايضا لا بوبليسيتي اولا الاشهار فالا بغينا نهضروا على شي منتوج اولا بغينا نديروا ليه الاشهار فهو كنوصفوه بدقه اون بوتيت انونس يعني واحد النداء حتى هو تيكون تيكست ديسكريبتيف حيت كنستعملوا فيه الوصف باش نوصفوا ولا باش نشوفوا الحاجه اللي كنقلبوا عليها كاين ايضا فيش دانفو او دو ديريكتيف حتى هي بحالهم هاد لا فيش دانفو هي واحد الورقه اللي كيكون فيها بعض المعلومات ولا بعض النصائح اللي كيديريجيونا ولا كيوجهونا لشي حاجه معينه فهذا ايضا تيكست ديسكريبتيف كاين لي دوكيومونتير الوثائقي اي وثائقي فهو عباره عن نص وصفي حيت كنلقاو فيه الوصف ديال شي ظاهره معينه او شي حاجه معينه واخر حاجه هما لي زوفغ سيانتيفيك فهما كيعتبروا نصوص وصفيه يعني دوك الكتب العلميه فهي ايضا سو سون دي تيكست ديسكريبتيف
وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم على الانتباه ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتعرفتوا على لو تيكست ديسكريبتيف. مازال غنديروا بزاف ديال لي تيب دو تيكست، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير والدروس اللي تبغيو تشوفوها في هذه القناة. نتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله.